هلو هلو حبايبي، يلا مع بعض نعمل فطار لذيذ وخفيف النهاردة. عملنا وصفات كتير في الرز والمقلوبة والبرياني والأكلات التقيلة. بيجي على باله الواحد كده، في يعني إحنا ما شاء الله في أواخر شهر رمضان، عدى بسرعة هوا، فبنبقى عايزين نعمل أكلات تاخدش وقت وطعمها حلو وجديدة. فهنعمل النهاردة الفكرة جت من شوربة البصل والفراخ بالمشروم والكريمة. خلطت الوصفتين مع بعض وطلعت نكهتهم ولا أروع. طيب هنحتاج إيه؟ هنحتاج عندنا مشروم، المشروم الأبيض أو المشروم البني. بكل بساطة بس بقطعه كده زي ما انتم شايفين انصاص. وتكلمنا قبل كده عن تنظيف المشروم، وقلنا إنه المشروم الطازة ما بيتغسلش، مجرد بفوطة أو بفرشة منشيل عنه التراب الزيادة و بيبقى جاهز للطبخ. ليه ما بنغسلوش؟ بيتحول الملمس بتاعه زي المعلب لربري. فهنيجي للمشروم بعدين، خليه هنا دلوقتي. عندنا صدور الفراخ، صدور فراخ مخلية سليمة. هنحط، تعالوا نحمرها بسرعة في الطاسة لأنه إحنا منديها كرملة. هحط زيت زيتون، هنديها كرملايزيشن ولون حلو وتكمل سواها في الصوص. فهنعمل إيه؟ هنحط زيت زيتون وهنحط شوية زبدة. الخلطة دي أنا بحبها، نكهة الزيت الزيتون حلوة ونكهة الزبدة معاه حلوة جدا، والزيت بيقلل احتراق الزبدة، ما بيخليش الزبدة يتحول لونها لبني. هناخد الفراخ وكمان الأعشاب. شوربة البصل بيضاف لها زعتر أو روزماري، غالبا زعتر. النهاردة تعالوا نضيف نكهة الروزماري، ممكن نضيفها مجففة بس لو موجود طازة بيبقى حلو جدا، من الحاجات العطرية اللي بتضيف طعم حلو للأكل. أنا هعلي الحرارة زي ما انتوا شايفين. أنا حاطة صينية كبيرة أو طاسة كبيرة على بوتاجازات بيكو. بحب الميزة دي فيها إنه نقدر نستخدم العينتين كده بالطول، وهعلي أوسع العين هنا، دي بتبقى كبيرة، وأشغل العين اللي فوق كمان على أعلى حرارة. فأنا كده غطيت كل مساحة الطاسة. هناخد الفراخ ونديها تحميرة. هنحمرها هنا، والتحميرة دي هتديها تكستشر، يعني ملمس حلو، لون حلو وطعم حلو. هل هي كافية انها تكمل سواها؟ لا، هنكمل سواها زي ما قلت لكم جوه الصوص. هنعمل ست صدور فراخ، نوزع الاعشاب، هنضيف ملح وفلفل. لا مش هضيف دلوقتي ملح وفلفل، احنا هندخل نكهة او النكهة الحادقة عن طريق الصويا صوص. ليه؟ الصويا صوص هنا مش هتاخدنا على المطبخ الاسيوي. جمعوا ها في نص الكلام حلول الفوازير، ها مش هتاخدنا على المطبخ الاسيوي، اللي الصويا صوص من اهم مكونات المطبخ العالمي اللي هو حل فزورة النهاردة. فهنستخدمها عشان تدينا طعم الحادق واللون، وبعدين ممكن نظبط وهنحط فلفل اسود فقط، هي دي البهارات. طيب عندنا البصل، البصل هنا هو نفس فكرة البصل المكرمل اللي في شوربة البصل. انا حاطة برضو هنا الطاسة على النار، وبرضو العين دي هوسع الحرارة اهو بزرار واحد عشان تبقى المساحة كبيرة تغطي مساحة الطاسة. هنحط برضو نفس الخليط، زيت زيتون وزبدة، ومش عايزين نحرق البصل، عايزين نكرمله. وانا محضرة بصل مكرمل، وانتوا ممكن كمان تحضروا البصل المكرمل، تحضروا عناصر الاكلة دي وتجهزوها، وحتى ممكن تسووها من بدري او قبل الفطار على طول، تجمعوا كل العناصر اللي هنعملها مع بعض. هنا برضو اهو بنحط الزبدة. البصل بكل بساطة هنعمله جوليان. خلوني اجيب سكينة ثانية اقوى شوية. جوليان، شرايح بصل ابيض، بصل احمر اللي انتوا متوفر عندكم مش فارقه. وهنقطعه شرايح. انا محضره هنا بصل احمر عشان اوريكم بقى ابيض احمر مش فارقه خالص. ناخد البصل
من غير ما نضيف له اي حاجه. هنبتدي انه نديله كارملايزيشن. البصل فيه نسبه سكريات، لما نقول كرمله كلمه كرمله بتيجي، هزود شويه زيت من لما نسوي البصل، السكر اللي فيه هو اللي بديله طعم الحلاوه، بيزيد ولون الكارملايزيشن. تعالوا نشيل دول نضيفهم هنا ونروح نبص على الفراخ، اكيد ابتدت تاخد لون. لون هيجنن، هو ده اللون اللي احنا عايزينه وعايزين ناخده من ناحيته. شايفين؟ طيب هنجيب، نعلي هنا برضو الحرارة شوية. تعالوا اغسل ايدي ونقطع شوية مشروم تانيين. المشروم من الحاجات عاملة كده شوية زي السبانخ، تبقى عندنا كمية كبيرة واول ما نحطه على النار يبتدي يستوي، لانه فيه سوائل كتير، فاول ما يبتدي يستوي حجمه بيقل، فيبان عندنا انه كمية كبيرة بس هي مش كبيرة قوي، هي اول ما تبتدي تستوي حجمه هيقل. فهنقطع المشروم. هل ممكن نستخدم مشروم معلب لو ما عندناش مشروم طازة؟ ممكن، هنضيفه في الآخر خالص. بس طبعا المشروم الطازة على فكرة متوفر وبيتزرع في مصر، وبنفس الوقت على فكرة هو من الحاجات اللي مليانة بروتينات وسعراته الحرارية قليلة وفوائده الغذائية وقيمته الغذائية عالية جدا. طيب تعالوا نقلب البصل. البصل من الحاجات لشوية بتاخد وقت، لاني ما بحبش احطه على حرارة عالية قوي، يعني هتلاقوني دلوقتي الكمية دي عليت الحرارة بس عشان في كمية كبيرة، لو حطيناه حرارة عالية قوي هيتحمر ويقرمش ويدينا طعم المرارة. احنا عايزين كارملايزيشن، عشان كده قلت لكم انا محضرة هنا اهو قبل الهواء، محضرة لكم بصل طري مش مقرمش ومكرمل ومستوي في الزبدة وزيت الزيتون. فدلوقتي بصل بيتكرمل، الفراخ اهي تتحمر، لونها لوحدها دلوقتي اصلا يجنن. بس عايزه اوريكم انه هي خدت لون من الناحيتين، بس تعالوا نبص، بس لسه من جوه نيه، علشان كده دلوقتي لما احمرها هطلعها، لسه عايزاها تاخد لون اغمق شويه، هطلعها في طبق ومكانها احمر المشروم. فاستنونا بعد الفاصل لما نرجع، يبقى البصل ابتدى يكرمل اكتر، يبقى الفراخ خدت اللون المظبوط 100%، ونرجع وبكل بساطه وسهوله نركب الطبق على بعضه ويستوي، وبنفس الوقت نحط البطاطس اللي قلت لكم عليها، طريقه سهله وشهيه ناكل طبق جانبي جنب الطبق الرئيسي بتاعنا النهارده. استنونا بعد الفاصل. بالفاصل كل اللي عملته اني حطيت هنا البطاطس تبتدي تتحمر، هنسيبها براحتها، هتاخد طبقه كده كريسبي وهي مستويه ومسلوقه. فبرضه دي من الحاجات كنت حضروها بدري وبس قبل الفطار على طول نشويها، او حتى نحطها في صينيه وندخلها الفرن هتستوي بسرعه. تعالوا هنا نبص على الطبق، شايفين الوانه حلوه ازاي؟ الصوص لونه كانه جريفي بقاله كتير بيغمق. طبعا اللون ده جاي من البصل وجاي من الصويا صوص، وعلى ضمانتي جربوا الطبق ده وجربوا اضافه البصل هتحبوها جدا جدا. خلاص انا هطفي النار عليه، هو كده بقاله مثلا الفراخ 10 دقائق بتستوي. وخلوا بالكم الصوص برده والحله اللي انا او الطاسه اللي انا مسويه فيها، نجيب معلقه ثانيه، بتحافظ على الحراره. فأنا بما إنه إحنا في رمضان وشكل الطبق يجنن، شكل الصينية، إحنا مش هنغرف في طبق تاني، في حاجات كده شكلها رستك تقليدي. بصوا أول ما البخار قل، شايفين البصل باين حلو إزاي، والمشروم هنزود بس أعشاب كده طازة وبس.
طبق النهارده البسيط الشهي بقى جاهز، يتاكل جنب رز، يتاكل جنب مكرونه، اتسالت السؤال ده من كنترول، يتاكل جنب بطاطس بيوريه. احنا النهارده بنعمل البطاطس المسلوقه والمتحمره من الحاجات الشهيه. طيب